قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يقول رحمه الله: ويتولون من؟ أهل السنة والجماعة. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، مقامهن في الآخرة. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. من له المقام والفضل من هؤلاء الزوجات؟ لهن كلهن فضل رضي الله عنهن، لكن من بالذات؟ قال: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. ثم والصديقة التي يطعن فيها الروافض، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، وأيضا يتبرؤون من طائفة أخرى قابلت هؤلاء. سبحان الله، أهل السنة والجماعة في طريق وسط، لأنهم يأخذون بجميع النصوص الشرعية. هناك روافض وهناك نواصب. النواصب هم الذين عادوا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه، وهم الخوارج. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.